بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحياة الدنيا ابتلاء. إذ مثلا ذي الدنيث لنت ما يسمى بالمتقابلات المتضادات المتكاملات إلى الروح للجسد الصورة نكوني ذا شو قلنا دينا نسعى الجسد لكور الجسد نسعى الروح ثلا الدنيث ثلا الأخر كل حاجة قفلتي ثايض متقابلات ثلا الدنيث ثلا الأخر إلا الصواف ذا الميزان إلى العوج سمحتي إلا البخل تقتير إلا التبذير البخل لعبد مالي البخيل لا مش حاحك رمز إلا ويض تقتير تبذير مبذر إلا العطاء تكشي إلا الأخذ ذي الدنيا ثلاث المتقابلات تصيق اللام ذا شو تسيفرات ذا شو تسيفرات الميزان ما إلا الميزان الخير أربح ما يروح الميزان كل شيء يروح وكل شيء سل الميزان ذا الميزان مخلف نسأل شكوى الدنيا أدغض البطاطا سل الميزان أدغض الدهب سالميزان مين يريدك هترى الميزان البطاطا أم الميزان الذهب جامين خاطئ لا توليرونس أتسمح ذا البطاطا ما إلا إلا شو تباكي هالي إلا شو يعني ولكن ذي الذهب خاطئ خطر أجرام من الذهب ما كم جرام من البطاطا أيضا فكر المثال يجيب إشكال مسفهم السهالة كل شيء ذي الدنيا في سعى الميزان السلعة قلنا ذي الدنيا سعى الميزان أول يسعى الميزان أي غير ذي زيك يفلح من زيك يتجمع مية هضرية وذي الجماعة تسين وزنا والي خطر ذا ما إلا أول ورسعى الميزان لا يمكن ذي كل شيء للميزان أما ذي السواق أما لثوشولين النار إلى قضي الميزان يرثم غارة السليث ير الدرية ذي مولان ير الجيران ذي الجيران ير الحاكم ذي المحكم وين يحكمنا كل مقالية وحكما كل شيء لذلك الميزان أن ديل الميزان كل شيء لها أن دي روح الميزان أذي ضروا الخلل الميزان بوسا أد نهضر الدنيث الدنيا دار ابتلاء الدنيا دار امتحان ربنا ذي القرآن الكريم ذي سورة الملك الآية في سنة في الآية الثانية الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ربا غادي قار ذن سيدي خلق الموت أي غادي زوار ذي الموت أي غادي باش نفتسو يا هذايا خطر الدنيا هي تمزوال قال لهم لا الدنيا أبرد داس الموت مي نسى زوال غادي قار الموت أما كنا غادي قار حاذر أدس مديث ولكن مثلا إناس الشيخ محمد الحسين إناس ولاش تصبحيث ورنساي ثم ديث ودعوة الخير الجمغاران أكين هذه الصربي ثم ديث أكين ماشي أكين هذه الصربي ثم ديث
تحزيفن إثم الديث أخطر الداس إثم الديث أدو غلغ ماذا ولكن الشيخ محمد من بعد ربي ناد الذي خلق الموت بشر ديني بلي إلا قد تهجي معوين إلا قد تحزفن إلا قد تحصن ولا مغزفت الدونيث والزيلف ولا مغزفت لأنه قد يكسان تغزيل العمر عاشن 80 90 100 ولكن من بعد يخدم ثم يون سي لي فيلوسوفي مقرانا فيلسوف ذا مقران اشو سينا ديال كارنيجي إنس الدنيا أقصر من أن نقصرها المعنى وزيلث ولا ما غزيفث ما دام تفوك وتفاك ثورة ما نخدم الدنيا ثكا يوني 60 70 80 100 أبري لا في إترنال حياة الأبدية من ما تفذو أبري الموت صافي فينا غزيفن ماشي ثقي ذي أندن الله خاطي ثقي وزيلث فين غزيفن تينا غير يفذون أبري الموت النغ تينا غزيف تطاس إترنال يعني حياة أبدية الدليل سورة الزمر خالدين تسد كلمة خالدين ماشي كلمة تكت دي سورة الزمر أهل الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وياض أغن جرب سيسن وقال مستعرفة ريك سربية كفار وقال كده غي هضر في لسن قفل الآية تاقي وسيق الذين كفروا إلى جهنم الزمراء حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقالهم خزنتها تزمى مباشرة ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا إلى ورين كران أبدا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين أم بعد ربي هضرت في المتقين غير جعل ربي سيسن وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ثقي حفص مدورش وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ولاش ورثني الزمن ذيهم ثلاث زمان ويظني كفر ذاك ولاش الملائكة الجنة تكون مرحبا يسوان لا السلام نوان فعت سفم في الدونيث مليح ثورة في الأخر ذاك ولاش العتاب الدنيا دار ممر الآخرة دار مقر الدنيا دار عمل الآخرة دار جزاء أخم القرار فيه ماشي ذا ثقي سيدي باساجي يعني زفن عدا أنا عدي ولكن الدنيا دار عمل الخدمة وين يعتسفن ذي الدونيث أذي غلث ذي الآخر أين نزرع ذي الدونيث أثن غلث ذي الآخر لذلك الأتقياء المتقين قفلت الملائكة لمقابلة الهان مرح فيسوان لا أسلم أنوان ولاش تزمى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ثوثرت اللفذة ذي الجنة لشارة دينين بعد إلى قدين ينبوال نندوال الحمد لله الحمد لله ذلك كيف مثلا صلوا في النبي صلى الله عليه وسلم ربي سبحانه في سورة الزمر إن يكمي بظن أهل التقوى والجنة يمي عتسفن للدنيا المنجحن
ذي الامتحان الدنيث خطر سعدن امتحانات ذي الدنيث نجحن ذا ربي إجازيثن يشميث الجنة سلاماس مسنان أتشم من الجنة خالدين يعني ذاين يكفى العثاب يكفى المحنة يكفى الامتحانات الابتلاءات بعد شوي ضران ربي سبحانه يصنطقثني إمولا الجنة ذا شو دنان الحمد لله الذي صدقنا وعده أنحمد ربي إقوى فانس الواذيس خطر ألا ربي زمرن أين كوي ديننا في خذن أين ديننا في صلاة السلام هذا يضرو هذا يضرو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لذلك مرة نغر القرآن نغر السنة أندن فالوعظ الوعظ نربي نغنن فيه إلى قن تهني نكون جارنا الله أعلم إيه حصرة أشوف كيو نروندي وكيتسون ريزمرارا نغذي لك نغذي يمث نغذي سمثوظ نغنم كل شيء ممكن إذا كنت قرأ إن شاء الله إلى قدين إن شاء الله أهل الجنة أكن دي نربي ذي القرآن مش من الجنة إلى قدرنا ولكم الإسلام الحمد لله الذي صدقنا وعده ألا ربك زمر الذي وفيس العهديس خطر يزمر كل شيء. الدليل أثن دي سورة ياسين الآية 82 إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ماذا نكوني أين فغان خذم أديني إن شاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لذلك مردني الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء بعد ربي ناد فنعم أجر العاملين. ربي استعرف تفضلا منه سلعثاف النار هكا ثلاثي ذي لا العثاف هم قران دي الدونيس خطر من الشمال الجنة سلعثاف نغيث مثلنا لا صليت ولا رمضان ولا ولكن الحمد لله ربي ذو الرحيم يعني دي قرفاني عما أجر العاملين أم في قرن استقبالي ثويني فغان سكسس وذي وسنين مدنا سيذي إلى قد يشرو فيذي وقيذي الدونيث وكذلك الآخر. يلا لا يثان قالوا في سورة الزمر أشهد دين ربي سبحانه وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وكذا ولا قالوا أردينين إنزار إمولان من الجنة رجال ربي سيسن مرة. الدنيا إذن دار امتحان. أدغلغ سورة الملك الآية في السناف ربنا ذا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. رب دي قرب شكون جرب يلا ولكن دقي أغي جرب سويني كفغا ماشي سويني نفغا. الله يجربنا بما يشاء لا بما نشاء. واحد في سنة أغي جرب ربي من ميكفغا ماشي من مينفغا. يجربنا متى شاء لا متى نشاء. وغي جرب ربي أكنيكفغا ماشي أكنينفغا كيف ما يريد لا كيف ما نريد. في قلق قواعد ذهبية في فهم الابتلاء نفقه الابتلاء بهذه القواعد. إن ربي ذا غير سورة البقرة الآية 155 156 ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ثورة سوى شارع غجر ربي سبحانه سوينيك يجمر غجر ربي الصحة تضيو إساعة الصحة سنعمة من الصحة يتسخدم قوين إلهان يربح ما يسخدم يتسقوين ندير يخسر أغجر ربي سالأرزاق سالأموال إزمل الأموال أذريم أثي سخدم بنادم قوين إلهان أذي زكي وذي عشر وذي خدم في سبيل الله وذي عيونيك الليل مغفان وقذي توالس الناس عن طلافا ذي موضان سبيطرات الجامع الجوامع يخدم وأنفقوا ربي القرآن سورة الحديد الآية في السبعة إِنَّدْ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ أما كان أضيق حذرث أستني ما ذري ما جنسان النغو حذر النغو لا لا ذا ربي خد يفكان أشيقار صرف تغيميري اللاز أما في منيك وشولتيك في الجيرانيك في ذروميك في مغفان في الجوامع أخذ أشي تخذ مضل لوزينات سبيطرات كيعين ربي ولكن أنفق ضرب اللي الشيء قاتي تجاضي ونواس قرأت تقبالي ثربي في كاغيمة السن الأرزاق في اللي ضغي في السن خاطر ما يوني يسعى الأرزاق يخذ مكا ذا مشحاح هوري السن فعلا تساوانا وياض لذلك ثقافة والله هو المالك الأصلي للمال ابتداء وأثناء وانتهاء بدليل أنه الخير يجيك وذي يغالي انسى أما تما زلت ببادة أما تما زلت وفلا ذي رحمة ربك ذي لسينا نزيك إقاراس ثمورث تبديل إمولان ثلاثين مسلين نند كل شيء ثمورث تبديل إمولان يوثن تمورث 1920 إكسفيت يون 1940 إكسفيت وايض 1970 إكسفيت وايض 2019 كسبنت وياض صافي تبديني مولان وتغال المذبابيس ربي دينا دي القرآن ولله ميراث السماوات والأرض كلش إن ربي ذي يغال يا ربي الشيخ محمد يضر ربي في الناس يبقى سوف نسي النغن فاكال في ثلاثة كان النغن بتاع صح إذا غير ناس نتسنغن الدنا في الموث ولي الزريح دوي تيلان إن كنت تراجو الموث لقرار النغ ذي زحوان سيد علي ذي رضو ربي فلسينات يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل الموت يأتي بغتة فجأة والقبر صندوق العمل أزكى ذا صندوق للخدمة إذن ربي سبحانه غي جرب سويني جفغا ماشي سويني نفغا ثورة نكوني نايغيت الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا من بعد يفكي يغد الأوروبير يفكي يغد معالم القرآن كله يهدينا للتي هي أقوم سورة الإسراء الآية 9 ربينات إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم لبوصل بوصل القرآنية من ذبعي ثغية ويسين قلان ذي كل مجال جميع الاختبارات جميع الامتحانات أن ننجح إن شاء الله سالمين غنمين من ذبع الفلاس أغد قرين داما ذي الدنيث وأغد قرين داما ذي الأخرف يبلوكم أيكم أحسن عملا لذلك إن يغد فاستبقوا الخيرات مزلزلث سين لها خيرات الآية قلت سد في سورة البقرة الآية 148 تصدق في سورة المائدة الآية 48 كساس كان 100 صدف سواسوا سورة البقرة 148 سورة المائدة الآية 48 فاستبقوا الخيرات في سورة العمران الآية 133 ربدي قر وسارعوا تمززل مسين الهان إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين آيات عجيبة جدا ما لا يدرك كله لا يترك جله أم بعد شهد نار بسبحانه دي قرحة ذرث
سام ثان في ست وعار نفس الأمر بالسوء أكون تخدم المشاكل تيم قرانين مثل روح ذات تخدم ذا الخير أكي تخدم أهور أهور المشاكل يوم بوهور باش أكتبلوكي أكتبلوكي نفس الأمر بالسوء وعار مليح تساوي فافيس غالهلاك تساوي فافيس غالخسارة أستك كان الرأي الرأي ندامة وعارت نفسي الأمر بالسوء ذا غير وعار الشيطان الإنس وكل الشيطان الجن الشيطان الجناجي شو دين ربي في الناس سورة البقرة الآية 208 إنه لكم عدو مبين شو معنى عدو مبين لين مي ديكلاري أنا عامين لين مي ديكلاري هذا 208 من سورة البقرة إنه لكم عدو مبين بعد يبدر صورة الناس فصورة ثانجلوث صورة رقم 114 يخي 114 من صورتين يقلان فمزورة الفاتحة روح علمة ثانجلوث فصورة 114 ليا ثانجلوث ليا في ستة ربي ناد من الجنة والناس هكا حيليون ذم ذا لازم يخدم الخدمة بكذا كل شيء إلا أليس كذلك؟ نسأي شيء في ذرينا غادي الدنيا نغانا يزمري وين يخدم ما بين الشمس بين خسر بين هذه يخدم الخدمة بكذني مدينة ربي سبحانه اسمه ياس الشيطان أكا فقد صورة الناس الآية السادسة لذلك أكن من الأقلغ مبتلون تجي الخلاصة كلنا مبتلون أغجر ربي سبحانه في دار الدنيا أم بعد سبحان الله العظيم مدام وذاقكم الشيخ محمد الحسين إفكار ديو المنهج إنسا ذا فلاح فربات الدنيا خطر الدنيا ذا كولا ويني غران ذي دي لا كول الدنيا أذي يحفظ الميزان الصواب ذا شرعي تقذيلي أثن تسعون ما إلا يغرى كان الكواغذاقين الدنيا ديبلوم سمحتي أصحاب لي ديبلوم ما على بالي والله اسمحي لي شي نغ ارنو شوط وقال شي نغ السنظر والو وقال شي نغ ولاكي اتقرح رمي الا قتقرح تقرح خطراي غير ماشي كان لي ديبلوم سي سيزيام البيام الباك الماستر ان بعد من بعد حين استرمي زاد القرايه في الوغ العقليه تلا القرايه تلا الفهامه القرايه الفهامه الفهامه كاين حوايج ربي في سيدنا سليمان يناد سيدنا سليمان إن ففهمناها سليمان الفهمة وكين قارب في كيد الفهم ولا موري غريوارة أعطيني الفهم له لقرأ ففهمناها سليمان الفهم الفهم ابن قيم رحمه الله صاحب إعلام الموقعين ودرج السالكين كتب رائعة إن رب سبحانه وأنعم علينا أعظم نعمة بعد نعمة الإسلام هي نعمة الفهم بعد استشهد بقوله تعالى ففهمناها سليمان الشيخ محمد الحسين يفهم دوني في السن يترد الصباح يفاد يون يسوف غثا يوبا يسوف غث زريعة يسوف لانتوياف إلي أسأل فلانين إلي أسأل أمكي أثل لغني سلباس فزمر تلا الدرية تلا زريعة تلا ثيوبا وليس عن ثيوبا جمع ذي اللازة ثيوبا تلا أذكر زغذر رزغر ما شاء الله الشيخ محمد ناس دونيث معليش بلا ما نوصاك تخدم ظل خير تخدم دونيث تزرع وتكسب معليش الى خرط يا اخي الى خرط الى قصد اما كني تعمر دونيثيك اتعمر ظل خرطيك صلي طاعات سن خير الزكاة سن خير اين الزرع دي دونيث ترفض دي لاخرط إن الشيخ لاخرط مازال تبعد ايه باش هذا وضع سو إلا قاس أن رود رسمو إلا قاس أن تقرز شطح إذا شو سينا إنا يسن ذمي غير في جديد أديف كربي الصبريث نفسيث ولاش تصبحي ثور نسائي ثمديث ولاش إيض ظطلام ولاش إيض ونسائي تفجريث تفجريث تفاث إنا سيفغيك العقل أتشير زضا ذرارة زغر ألي غريك النكرزيث ما السيض يعني الجهد القدرة
كرزولا ذي جني بيان سور ولزميرة لا هذي كرزي جني زرا ما يغار يبغى في دير العقليس العقل ذي المعقول هذي الحف القاعة هذي زربي الدوني ثقي ساين ومضباري لا ربي ربي يوم راه غدا نعمر الدوني سوين الهان وغدي قرات سوال ما الاخر وكن حاسبة انت دينان ذي الليا 281 من سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون والسلام عليكم ورحمة الله.